كيف الأمور عندك بالمزرعة يا مصطفى؟ تمام يا بيك. سيد مصطفى، جهزت لحمة الغنم من المزرعة وجبتها لهون كمان. تعرف رح أبقى هون فترة منيحة. خبري الست هاندان لحتى تضيفها على القائمة كمان. بسيطة، بخبرها بنفسي. قصدي هاندان بتفكر حسب الأصول ومن حقها طبعاً. اللحمة وهالقصص اللي مثل مو شغلات مهمة. ما بدي يصير مشاكل بالبيت أبداً. أها، إيدل؟ أنت واقفة على بابنا ليل نهار وما بتفارقي ابنه؟ أجيت منشان تاخذني، أنا طلبت منها. كنت بعرف أنك المستشارة الاستراتيجية، بس طلعتي شوفيرة كمان. شبكي يا بنت، عم بمزح معك. الظاهر أنك لهلأ ما تعودتي على طبعي. طبيعي أنك توصلي، أنت مستشارته وعادي ترافقي. بعدين بيمل لوحده بالسيارة. يلا انزلي، وصلنا. طلعي فيني، طلعي يا بنت. هذا البيت هو بيت عيلتي، والناس اللي جواته بيهموني كتير، وفي منهم بيعرفك ومنهم لا. لهيك من مصلحتك ما تقولي كل شي بيخطر ببالك. أنا اللي بقلك شو اللي لازم تحكي، وبقلك مع مين لازم تحكي. هلو؟ شش، لا تبعدي عينك عن عيني أبدا. إذا بتعملي شي غلط برجع بكلامي. ورح تضل بضيافتنا؟ هالبنت مو ضيفة. يعني ما رح تعرفنا عليها ابني؟ ايه، بس اصبري شوي. فرهاد، اهلا وسهلا. مين هالبنت؟ شو عم يصير هون؟ تعرفوا شي عن الموضوع؟ خلينا نفوت على المكتب يا ايدين. خبري السيد حياتي انه ما انا رايح. يلا فورا. ايه لا تقولوا شي، بكره بعرف. لازم أعرف شو قصة هالبنت. شو اللي عم تعمله؟ قلت لك بدي أبعت رسالة لأخي مشان طمنه عني. هلأ بيكون قلقان كتير. لوين بدك توصل؟ يعني بدك الشرطة تداهم بيتكم؟ طيب شو رح تبعتي؟ أنا بكتب له رسالة، تفضلي. لك قولي! قل له إني رحت لعند خالتي بإليجا. يعني مفكرة حالك ذكية يا بنت؟ لسه ما مسحتي رسائل التعزية من تليفونك. يعني أنا بعرف إنه خالتك توفيت. صحيح تذكرت. الله يرحمها لخالتك. إذا ما درسنا الطب مو معناها نحن أغبياء. لا بقى تعملي هيك حركات مرة تانية. أنا بقلك شو رح نكتب.
سافرتي برا البلد بشكل عاجل. في أطفال مشردين بالمخيمات ورحتي تشوفيهم ببوروندي أو هيك شيء. أنت رحتي لهنيك، صورهم بكل مكان ببيتك. إيه قلبك طيب كتير، بتحبي عطول تعملي خير. أخي أنا فجأة رحت على بوروندي لأنه في عملية مستعجلة ورح حاكيك خلال يومين. أصلي حلو هيك؟ البطاقة مانا بالموبايل، من أي رقم بعثت الرسالة؟ صرت أعرف شغلات عنك أكتر من اللي بتعرفيها يا دكتورة. إذا بيخطر شي عبالك تذكري إنه أنا ماني سهل أبداً. بترزقك يا رب. أخي تعال ساعدني، بترزقك ساعدني.